بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقد من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا والإخوان السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا زلنا في كتاب آفات اللسان، ولازلنا في كتاب آفات اللسان. ولم نتم ما بدأناه في الكذب في القول واليمين، وذكرنا قراءة حديثين. الأول رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والثاني متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. نعم. ووصلنا في القراءة إلى قول لقمان لابنه: يا بني إياك والكذب، فإنه شهي كلحم العصفور، عما قليل يقلاه صاحبه. وفي حديث لعل في سنده شيء: أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا صدق حديث. حتى لو الإسناد عند العلماء يتحدثون في الإسناد والمعنى صحيح إن شاء الله: صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة طعمة. أطب مطعمك، أطب مطعمك. وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي هذا عام أول، ثم بكى فقال: عليكم بالصدق فإنهما مع البر وهما في الجنة. البر يهدي إلى الجنة. وقال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة ووفاء بالعهد وبذل السلام وخفض الجناح. واخفض جناحك للمؤمنين وبذل السلام. هذه يجب أن نعود إليها، قضية إفشاء السلام يجب أن نعود إليها. الناس تمر ببعضها البعض ولا أحد يسلم، لا أقول لأحد مطلقا، لذلك أن الناس استثقلت أن تسلم على من لا تعرف. الأصل فيها على من عرفت وعلى من تعرف. سبحان الله. و لا بد من الوفاء بالعهد، ولا بد من أداء الأمانة وصدق الحديث، وكله من تقوى الله التي بدأ بها. وأما الآثار فقد قال علي رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب، وشر ندامة ندامة يوم القيامة. اللسان الكذوب، إذا كذب لما يكذب الإنسان؟ ليغطي بها عيبا، ليغطي بها بهذه الكذبة عيبا. فلعله يسرق فيكذب، لعله يفعل كذا فيكذب. واللسان ما مأمور، اللسان ماله مأمور، يأتمر بأمر القلب. واللسان له شخصية مستقلة، الإنسان هو الذي أصبح كذوبا. قال: وشر ندامة ندامة يوم القيامة حيث لا ينفع. يومئذ إيش الندم؟ شو بدك تندم؟ لا تندم. زي واحد مثلا فأفسد في الأرض، قطع طرق ولم يعرف ولم تستدل الشرطة عليه وسنوات وهو يقطع الطريق، أو لص يسرق المصارف البنوك أو كذا إلى آخره،
سنوات وهو يعيث في الأرض إيش؟ فسادا. حتى إذا أمسكت الشرطة به ووضعوا الأصفاد في يديه قال تبت إلى الله. الآن أنا وقد عصيت قبله بس كنت من المفسدين. لا إله إلا الله، كان معك سنوات طويلة تتوب فيها. فشر ندامة ندامة يوم القيامة. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ها هنا في هذه الحياة الدنيا، وقبل إيش أن تغرغر، وقبل أن تدرك أنه انتهى. يقول لك الأطباء، والأمر ليس للأطباء، يقول لك معك شهر ومعك شهرين ومعك مش هيك، يعني ما يوس من الحالة، بلغ المرض منه إيش مبلغه. تب وأنت صحيح، تب وأنت إيش صحيح، أنت قادر على التوب. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري، منذ أن بلغ، منذ إيش أن بلغ لم يكذب. ولم تكذب؟ ولم تكذب؟ والله عز وجل مطلع. تريد أن تضحك على الناس؟ وقال عمر رضي الله عنه: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. من بعيد لبعيد كل منيح. والاسم، ما أنت بتعلق الاسم يصير إيش؟ تسمع الاسم سالم اللهم سلم، والاسم جميل على وجه الحقيقة، يعني أنت تفرح للأسماء اللي إيش جميلة. سبحان الله. ثم بعد ذلك: إذا ما تعامل أحدنا مع الآخر فالأخلاق، إذا ما تعامل أحدنا مع الآخر فالأخلاق. والتعامل عند الدينار ودرهم وفي الوساعة كلها مبين عليها إيش يعني، في الوساعة عند الدينار والدرهم تظهر حقيقة الشخصية، تظهر حقيقة الشخصية. نعم. وعن ميمون ابن أبي شبيب قال: قعدت أكتب كتابا فمررت بحرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت، فعزمت على تركه، فناداني مناد من جانب البيت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حرف من ناحية أدبية كما يقال اليوم، من ناحية لغة يجعل الكتاب جميلا، ولكن فيه كذب، ولكن فيه إيش كذب. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك يوم القيامة أن ترى. رسالة، نص، كاريكاتير، اللي بدك إياه. لا تشارك الناس ولا تكتب ولا ترسم إلا شيئا مآله يوم القيامة خير. قالوا: حرية التعبير، أرادوا أن يسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، فرسموا الكاريكاتير. يلانس بوستن نشرت رسومات مسيئة، وهي لا تسيء إلا لصاحبها، لا تسيء إلا لصاحبها. وقد احترق في الدنيا، تعلمون، قرأتم، حراسة خاصة والشرطة معاه، الحراس في السيارة، حادث سيارة واحترق، احترق في الدنيا، فما بالك بحريق إيش
الآخرة، حرية التعبير، أنت حر في أن تقول خيرا أو اصمت. وقال الشعبي، وقال الشعبي: ما أدري أيهما أبعد غورا في النار، الكذب أو البخل. الكذب أو البخل. نشنع على البخلاء، لكن لعل الكذب هو أبعد غورا، لأنه مخالفة صريحة. مخالفة إيش؟ صريحة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال ابن السماك: ما أراني أؤجر على ترك الكذب، لأني إنما أدعه أنفة. يعني الإنسان أبو سفيان في الجاهلية قبل أن يسلم رضي الله عنه، حينما وصل إلى بيت المقدس، حينما وصل إلى بيت المقدس وسأله هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاف أن يؤثر عنه الكذب. هذا ليس ورعا ولا تقوى، هذا ليس ورعا ولا تقوى. خاف يعني هو من هو في قومه، فلا يريد أن يكون هذا أنفة. هذا أنفة. الأصل في الإنسان أن يأنف عن الكذب، ولكن يكون ذلك ورعا وتقوى بإذن الله عز وجل إن شاء الله. وقيل لخالد بن صبيح: من يكذب كذبة واحدة هل يسمى فاسقا؟ قال: نعم. ولازم الواحد يعمل الفسق، يقترف الموبقات مليون مرة حتى يوصف بذاك، دخل في هذا الباب فتلوث، دخل من هذا الباب فتلوث. وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب: ما من خطيب إلا عرضت خطبته على عمله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. ما من خطيب إلا عرضت خطبته على عمله، فإن كان صادقا صدق، وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقراضين من نار، كلما قرضتا نبتتا. كم ماشي مقراض؟ شو اللي احنا نقول؟ كم ماشي تخلع الشفتان؟ آخر مصدر من مصادر الصوت يعني الهواء يخرج، ثم أنت تشكل بما تعلمت هذا الحرف من الحلق، حرف شفوي، حرف شفوي ساكن، حرف شفوي انفجاري، الشفتان في النهاية، فيقرض بالمقراض، ثم تنبت شفتان مكانهما، ثم تقرضا، ثم تنبت مكانهما شفتان فتقرضا. وللعذاب هو كيف بده يكون؟ يعني مرة واحدة وختم الكرت ومع السلامة، مخلد. طعام أهل النار. يعني يأكله مرة منه، بعدين لما يشوف طعمه بدهم بطل يرجع عليه غصب عنه، بده يضل يأكل منه. الجلود تتبدل، النار تأكل هذا الجلد فتبدل جلوده. وقال مالك بن دينار أيضا: ما هو الواحد قاعد بربرب في هال
قال فرعون لسيدنا موسى عليه السلام: قال ألم نربك فينا وليدا؟ والتربية النماء الذي يقاس، والأدب، نحن يعني اليوم نستخدم كلمة تربية بدل أدب، ومنقول على الولد الصغير مربرب، صحيح؟ مربرب. فالإنسان يربرب نفسه كأنه للنار والعياذ بالله، ينمي. ما قلت تربية مواشي وتربية دجاج وتربية دواجن وتربية تسمين، تسمين لمن يسمن والعياذ بالله للنار، للنار. واحد بوكل طبخة، واحد بوكل أرض، ولا بوكلوش الأراضي في الدنيا ولا في الآخرة. وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما أو يخرج أحدهما صاحبه. إما القلب مسرح للصدق أو للكذب. لا يمكن أن تكون صادقا وأن تلوثت المسألة. يعني مثلا كأس من الماء الصافي الزلال، وقع فيه شيء من الملوثات، عصفور لوث الماء، تقول هذا الكأس مليء بالماء الزلال وشيء من مثلا مخلفات الطيور؟ بتقول عن الماء صافي زائد ولا تلوث؟ لوث. اكذب كذبة تلوث الماء، اغتب غيبة واحدة تلوث الماء، احلف يمينا كاذبا تلوث الماء، سود. تنابز بالألقاب تلوث الماء. الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. لازم يطلع فيها إيش؟ واحد منتصر. يا هذا يا هذا. وكلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له: كذبت. فقال عمر: والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. بيان ما رخص فيه من الكذب. قل لها: أنت أجمل امرأة في الوجود. هذا مما إيش لا بأس فيه. على الأقل في نيتك إنه في غرفتكم ما فيش أحلى منها، والوجود ذلك الوجود المحصور بينها 3-4 متر مثلا، وأردت أن تصلح إصلاح ذات بين رجل وامرأة برضو، تذهب إليه فتقول تشكر فيك وتتحدث عن كرمك وأنك أصيل وبالناس محترم، وممكن تقول تحدث عن هفوة، بدك أنت تتحدث عن شيء، وبترجع بتقول إيش؟ ندم على ما فعل، لأن حملناه هو المسؤولية. ويشكر في أمومتك للأولاد، وفي رعايتك له، وفي برك بوالديه، ورايح جاي مثل مكوك، بيقول رحلات إيش مكوكية، يقول هنا كلاما طيبا ويقول هنا كلاما، حتى يصلح. حتى إيش؟ حتى يصلح. وذكرنا قبل يومين كيف أنه قيل لفلان الناس: سامح
أهل، حبايب، أقارب، نسايب، سامح. قال آبد سامح، بس بدي أهم يقروا. طب نياك أهم يقروا بالظلم أو بكذا، صعب على النفس. سامح بكل شيء من شان إيش الأمور، لعل الواحد فيهم بعد ذلك إيش يقول أنا آسف، يقبل رأسك، يقول لك أنا الذي فعلت كذا وكذا أنا نادم عليه، ويريد أن يغير وأن يبدل. صعب. الولد الصغير تقول له قل آسف، يتحجر، لا ينطقها بسهولة، وكأن كرامته لا تسمح له بالاعتذار. بيان ما رخص فيه من الكذب، يعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجات أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فكون جاهلا، وقد يتعلق به ضرر غيره، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، والكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا. قال ميمون بن مهران إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلا يسعى وآخر وراءه بالسيف فدخل دارا فانتهى إليك فقال أرأيت فلانا، ما كنت قائلا لست تقول لم أره وما تصدق به، فهذا الكذب واجب. واحد تعبط شرا وخرج يريد القتل، يريد إيش القتل، وسألك عن عنوان دار فلان والشرر يتطاير من عينيه، أرسله في الاتجاه المعاكس. إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلا يسعى وآخر وراءه بالسيف. هب أنك في زمن إيش الخوارج كانوا يقتلون المسلمين، كانوا يقتلون من المسلمين ولا يقتلون أهل الذمة، ولا يقتلون أهل الذمة ولكن يقتلون إيش المسلمين. فلو جاءك أحد من الخوارج وقال لك من أنت، يريد أن يعرف مسلم ولا إيش، قال قل له حنا. نعم خليك تتهنى. نعم طيب، بإمكانك أن تقول شيء لا يوجد فيه كذب، لكن قل له أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، هذا لا ينافي الإيمان، هذا لا ينافي الإيمان. نعم وجميل جدا، ذكرنا قضية أهل الذمة، جميل جدا مرات إذا ذكرت المسألة أن يعني نستوفيها، وعلى الأقل من آذى ذميا فقد آذاني، وعشنا على هذا، وعشنا نشئنا أدبنا على حقوق أهل الذمة وعلى غير الدعاية المغرضة التي يعني يقوم بها البعض. قالوا الإسلام انتشر بالسيف، وقد عشنا مع أهل الذمة أكثر من 1400 سنة، كان معنا وقت كفاية إما أن يسلموا أو أن يقتلوا، ولم يحصل، ولا زال هنالك مسلمون ويهود في بلاد البلاد الإسلامية. ولو لم تكن هنالك، لم يكن هنالك مشروع صهيوني،
سبحان الله، لكان ظل هنالك يهود في العراق، ولا ظل هنالك يهود في اليمن، ولا ظل هنالك يهود في مصر. حتى السودان كان فيها، وتونس والجزائر والمغرب لا زال فيها حتى الآن، يعني كما انتشروا كما كانوا. وتنظر أنت، يعني حتى أن حاخام اليهود في اليمن كان يملغ القات، له صورة وخده إيش منفوخ، يعني الثقافة حتى المحلية، والهيئة واحدة، والهيئة مالها واحدة. والموضوع أوسع وأشمل من هذا، باللون الجلد واحد. سبحان الله، اليهود اليمني بكون شجر، لا يمكن، نفسهم نفس. سبحان الله. استمر الإمام الغزالي قائلا: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق، والكذب جميعا فالكذب فيه حرام. إذا أمكنك أن تصل إلى المقصود بهذا وذاك فلا تكذب، إذا لأنه يمكن أن تصل إليه بالصدق، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا، يعني يصبح الكذب واجبا إذا كان المقصود واجبا. كما أن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم، يعني اختبأ، اختفى من ظالم اختبأ، فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب، فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز عنه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فكان الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة. حينما جاء الشرطة، شرطة الحجاج، ليقبضوا على سعيد بن جبير رحمه الله، وهو في مجلسه بين الطلبة، وليس الطلبة بمعنى أطفال صغار، رجال، فقالت الشرطة: أيكم سعيد بن جبير؟ فقال الطلاب: أنا سعيد بن جبير. وكل واحد يريد أن يكون هو يفتدي إيش أستاذه، فلو قال أنا سعيد بن جبير قد كذب، ولكن رأى أن ذلك واجب للدفاع عن عالم من علماء إيش الأمة، ولكن سعيد بن جبير لم يقر لهم بذاك، وبين للشرطة أنه المقصود، وأنه المقصود. ولو قال أحدهم أنا سعيد دون أن يقول سعيد بن جبير لما كان كاذبا إن شاء الله، وهم إن شاء الله من السعداء. وقد أراد الحجاج أن يغير اسمه واسم أبيه، فناداه شقي بن كسير. الله أكبر، الله أكبر. والحديث يتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.